الكبار دخو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الان واياكم كنتوجهنا بمنعرج التزازرت واحد الديكور ديال الثلج في شكعال. غادي نضرك مرتي عليكم باش نخليكم مع هذا الديكور هذا، نخليكم مع هذه المناظر هادو. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. شت الخوت، شوف 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 هذا المنظر هذا، شوف هذا الديكور هذا، ما شاء الله الله لا عجيب ما شاء الله. اللهم بارك. ودي الخوت الناس تبارك الله كلها خارجه كتصور في هذا الديكور هذا وفي هذه المناظر هذو، ما شاء الله اللهم بارك. علينا دي الخوت طريق السلامه للجميع. السياقه السياقه في هذا في هذه الاجواء هذه، السياقه في هذه الاجواء راه 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 لا حول ولا قوه الا بالله، راه ما كاين ما احسن. شوف الكونتور شوف شوف، ما كاين ما احسن وحده وحده تقضي الغرض. الخوت قلنا العجله من الشيطان، ايه العجله من الشيطان، وحده وحده غادي نمرسكم هذه الايامات هذه بالعجله من الشيطان بهذا وحده وحده ويا سيدي. راه اللي شاف راه اللي حضر الله يستر الله يستر الله يحفظ الجميع. راه اللي حضر في شي مواقف وفي شي حوادث السير اللي كتوقع، وهذه غيعرفها غير خوتنا اللي خدامين في الوقايه المدنيه، وخوتنا الاطباء، وخوتنا يعني الممرضين اللي غادي يعرف اللي غادي يعرفوا بحق هذه الكلمه هذه. وحده وحده خطوه خطوه، ها العجله من الشيطان، وحده وحده اخويا تقضي الغرض. ما لنا على هذه الزربه هذه، فين زربانين حنا في المغرب والحمد لله. والله الا مؤخرا مؤخرا شفت واحد السيد، انا راجل كبير صراحه، راجل كبير في عمره، ما عنده لا تغطيه صحيه والتلاكارت ناسيونال ما عندوش، التلاكارت ناسيونال ما عندوش. المهم بقيت انا وياه هكا في دردشه في حوار، بقينا كنتذكروا هكا راكم عارفين الكلام ديال الناس الكبار، فين كوليدي ولد من، فين ساكن، فين كبرتي، اش قريتي، فين قريتي، اش خدامه، بقى كيسول. المهم في الاخر بقيت انا نجاوبو، بقيت انا كنتصد ليه هو كيسول وانا كنجاوب. في الاخر المهم انا هادشي اللي بغيت نوصل لكم، هادشي اللي قال في الاخر، قال لي والحمد لله راه حنا في المغرب فعلا، الحمد لله فعلا راه قالها، راه فعلا راه حنا في المغرب فعلا الحمد لله. وباش استدل هو قال لك الحمد لله ما كانش صداع ما بقاش السيبه، ها فين عنده الحق، الحمد لله ما بقاتش السيبه. ومن هنا غادي نوجه واحد التحيه لخوتنا الامن الوطني، وخوتنا الدرك الملكي، وخوتنا يعني القوات المسلحه الملكيه يعني، وخوتنا اي واحد خدام شي عسه، سواء كان بوليسي، سواء كان جدارمي، سواء كان من القوات المساعده، سواء كان مواطن عادي عساس على شي بروجي ديال شي واحد، ولا عساس على شي فيلم ديال شي حد، ولا عساس على شي دار شي حد، على اي واحد عنده علاقه بالامن، عنده يعني شي عسه ولا شي خدمه ولا شي، على اي من هذا المنبر هذا كنوجه ليه واحد التحيه خاصه من اعماق القلب. ها تحيه خاصه لكم من اعماق القلب، خصوصا وان احنا يعني في هذا كنعيشوا في هذا البلد هذا في امن وامان. راه كاينين الدول، الله ينجينا وينجيكم وينجي جميع المسلمين، ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. راه كاينين شي دول راه كيخرج بنادم راه ما كيعرفوش مالين داروا واش يرجع ولا ما يرجعش. كاينين دول بحال هكا، وكاينين دول عندهم الفرده وعندهم القرطاس بحال السلام عليكم، مي تهضر معاه ما يعجبو الحال، ولا تظلمو ولا دير ليه شي حاجه راق، اش غادي يخسر هو؟ احشي فيك واحد القرطاسه ولا يضرك واحد القرطاسه كان عليها ومشى السلام عليكم. لهذا الخوت قلنا تحيه لخوتنا رجال الامن الوطني، ورجال الدرك الملكي، ورجال الوقايه المدنيه، ورجال القوات المساعده. الى 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 عوجت لكم الترتيب، انا ما كنعرفش الترتيب بزاف، الى عوجت لكم الترتيب ما تدوهاش مني، راه غير اخوكم مواطن مغربي بحال جميع المواطنين. الخوت هذه هي المنعرجه ديال تزازرت،
وسبحان الله الا غير كتنزل هكا كتحس بالطوموبيل كجري بوحدها. ها لهذا بنادم مشي بشوي عليه خصوصا مع هاد المنعرجات هادو بنادم وحدها تتقضي الغرض. الشباب فين غاديين الشباب؟ واخا نشوفوا هاد الشباب نشوفوا عاوتاني اش كيقولوا حتى هما علينا ود الخوت. هادي هي المنعرجات ديال تازازرت. اي واحد داز من هاد الطريق هادي وكما قلت لكم هاد الطريق هادي والله ما يعرف حقها الا اللي دازها وهي في ايامات ديال لابيست. شخصيا انا كندوزها في ايامات فاش كانت لابيست كنت كندوز فيها 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه ولكن كما قلت لكم برومي دوزيام حتى تقول الله ينعلبو على اي نستغفر الله العظيم. علينا ود الخوت الطريق هذه حاليا ومن هذا المنبر هذا كنقدموا تحيه وشكر للناس لاي واحد عنده بصمه في الطريق هذه. اي واحد سواء كان مسؤول سواء كان خدام سواء كان مقاول اي واحد عنده بصمه ديالو في الطريق هذه الله يجعل العمل لله. سيدي ربي الله غادي يخلصكم وراه هي انك يعني دير شي طريق ولا تبني شي حاجه هي من يعني من الصدقه الجاريه. وتصور واحد بنادم مريض ودوزت لومبيلونس هنا في ظرف ثلث ساعه اقل 10 دقائق دابا اللي كدوز فيها. وتصور انت من 45 دقيقه ل 10 دقائق تقدر لومبيلونس مثلا دوز هنا واحد المريض مثلا واخا نقول الاعمار بيد الله وانما بنادم كيدير السبب اي حاجه عندها سبب. اتصور مثلا لومبيلونس دوزت انا واحد المريض ووصلته يعني في الدقائق الاخيره وصلته للسبيطار وحاول معاه الطبيب يعني ورجع فيه الحياه ولا مثلا نقضوا الطبيب هذا المصطلح هذا نقضوا الطبيب او نقضوا الطبيبه. هنا الاجر هنا كيكون عند الخدام وكيكون عند المقاول وكيكون عند المهندس وكيكون عند اي واحد كانت عنده بصمه سواء البصمه ديال الفكر وتنت سواء دستي هنا فاش كانت لابيس وكتفكر مثلا وفكرتي مثلا وقلت يا سيدي ربي متى دوز هاد الطريق هادي نقدر استغفر الله يكون عندك تنت الحق ديال الاجر ديالك. علينا ندير خوت السياقه فاش كان الا كانت الضبابه بحال هاد الجو هذا يعني فاش كنعيشوا دابا هنا الا كانت الضبابه والسياقه وحده قلت لكم غادي نبرزتكم بعد وحده هذه وبعد خطوه هذه. علينا ود الخوت طريق السامه للجميع. وصلنا للفين ديال هذا الفيديو. هذا الفيديو ما كنبغيش نطولو بزاف 8 دقائق 9 دقائق باش يعني يكون في المتناول ديال الجميع يكون يتفرج فيه اي واحد. الخوت كان معكم المصور محمد العيادي من منعرجات تازازرت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.